بكم البنات، مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من طريقة استعمال الكاروتون. اليوم بزاف ديال التساؤلات جاوني على شنو كتعني من واحد حتى لثلاثة، علاش بالضبط كان انسيت عليها وقلت لكم من واحد حتى لثلاثة. بزاف البنات قالوا لي ما فهمناش، بزاف البنات صيفطوا لي كيفاش يمكن والارقام الاخرين مثلا من 4 حتى ل 10، وهذا كيف شنو الفرق ما بين من واحد حتى لثلاثة. هذا هو الفرق، الفرق هو ان لي دروكينون كيكون قليل من واحد حتى لثلاثة، وبالنسبه لابو ديالنا حنا المغربيات كتكون لابو واخا فونسي كتكون يعني فراجيل ماشي قاصحه بحال ديال الافارقه ولا هذا، كتكون عندهم لابو سوليد. يعني حنا عندنا واخا تكون فونسي كتكون فراجيل حسب الجو ديالنا في المغرب. فوالا البنات، انا شرحت لكم الطريقه. الطريقه هي كنشدو غير شويه ديال كاروتون هكذا بهذا القياس هذا، غير شويه، وكنديروه مثلا على لابو ديالنا ديال الوجه على هذا الشكل هذا، غير خفيفه، طبقه خفيفه، ونخليوها حتى تدخل ونباتوا بها، نعسوا في الصباح ان شاء الله، نغسلوها مزيان بالصابون كيف ما قلت لكم، ونديروا ليكرون ديالنا توتال باش نحميو البشره ديالنا من اشعه الشمس والاشعه ما فوق البنفسجيه. بالنسبه للكور بحال المريفقات، بحال الركيبات، بحال العنيق، بحال البلايص اللي فيهم دي طاش شويه قاصحين وكحلين شويه، فكنصحكم بهاد هاد الويل هذا. هذا ويل حتى هو كاروتون زوين فن وفيه ريحه زوينه، حتى هو كيساعد على تفتيح بالاخص الاكواع وركابي والارجل يعني بسرعه. بالنسبه للرجيلات غناخذ نص ديال هاد القنينه، يعني النص ديالها مع النص ديال كاروتون نمره 3. بالنسبه للكور غناخذ نص ديال القرعه مع النص ديال هاد كاروتون، هاد البويطه هادي غنحركهم بيان سور بواحد الملعقه وديال الخشبيه، تكون الاحسن تكون ديال العود، وغادي ناخذ منها، غادي خفاف لينا الكريم، غادي نبداو ناخذو منها شويه بحال هكا ونديرو المريفقات ديالنا ونباصيوها مزيان هكا. هما نفس الطريقه نديروا لها الركيبات، نفس الطريقه نديروها للرجلين. مي الرجلين غتكون مزيانه، علاش؟ لان انا غنديرهم من الرجلين من جميع الجوانب، وغنديروا التقشرات ديالنا ونباتوا بهم حتى الصباح. هذه احسن نتيجه غتعطيكم بالنسبه للرجلين واليدين وحتى المرفقات وركابي. كنتمنى البنات نكون فتكم بالنسبه لهاد، سمحوا لي، هاد الزيت وهاد الكريم تقدروا ديروا حتى لي بورد مايو، يعني كنعرفوا عندنا مشاكل حتى تما كيكون شويه فونسي اللون على لو كور، فممكن اننا نستعملوا هذا مع هذا لنتيجه توب 15 يوم ولا اقل. نديروها حتى هي شاك جوغ، الغد اللي نغسلو عاوتاني بالصابون تما ولا جيلانتين بيان سور، ونعاودو نطبقوا لا كريم يعني شاك جوغ مده ديال 15 جوغ. غادي تلقاو بان كلشي مشى، نبقاو مره نديروها، نقطعو ديك ملي نديروها 15 يوم كامله نقطعوها، نبداو نديروها غير مره في السيمانه اولا جوج مرات في السيمانه على حسب انت كيفاش المده اللي كتمشي فيها الحمام، المده اللي كتعومي فيها، فنديروها جوج مرات في الاسبوع كفايه، ما نقطعوهاش بدقه واحده. حتى بالنسبه للوجه حتى هي غادي نديرو داك ان موا ديال التريتمون ان شاء الله، ومن بعد غنبداو نديروها مره واحده في الاسبوع. نتمنى نكون فدتكم ولو شويه. الى فيديو قادم، الى اللقاء.